برنامج التفوق برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. يتجدد اللقاء بكم أيها الطلاب، طلاب الثانوية العامة، في هذا البرنامج الذي نسعى بإذن الله سبحانه وتعالى أن نصل بكم إلى التفوق في هذه المادة وفي جميع المواد بإذن الله عز وجل. إننا في هذه الحلقة سوف نسلط الضوء على الوحدة الرابعة والخامسة بإذن الله عز وجل من مادة التربية الإسلامية، هذه المادة التي لها نصيبها من درجات امتحان الثانوية العامة ولها مكانتها، والتي تعتبر من المواد السهلة بإذن الله التي يكسب الطالب عن طريقها أكبر قدر من الدرجات في الامتحان. طبعا مادة التربية الإسلامية كما أذكر وأذكر في كل حلقة، الوحدة الأولى لابد للطالب أن يركز عليها، لأنها في الامتحان يصل العلامات عليها حوالي 30% تقريبا من علامات امتحان نهاية العام بإذن الله. الآن سوف نبدأ ونتحدث عن الوحدة الرابعة من منهج التربية الإسلامية. وطبعا الوحدة الرابعة كما ترى أو تتابع في كتابك إن كنت معنا بإذن الله، أنها تتحدث عن السير والتراجم، حياة الصحابة، حياة العلماء، حياة الخلفاء. طبعا أول سؤال في هذه الوحدة، لماذا ندرس حياة الصحابة أو العلماء أو الخلفاء؟ السؤال سوف تراه بعد قليل على الشاشة كما سوف يظهر بعد قليل. فإذا طبعا ذكرنا الصحابة أو العلماء أو الخلفاء، الإجابة واحدة لكي نتعلم منهم ونقتدي بهم في حياتنا. طبعا من مواقف الصحابة مواقف عدة في كتابك المقرر، وطبعا كل نقطة من النقاط يوجد عليها أمثلة. من مواقف صحابة الرسول العلم،
طبعا المثال الأول قول لعبد الله بن مسعود: لو أعلم أحدا تبلغه الإبل هو أعلم مني بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقصدته. لماذا؟ ليزداد علما. الموقف الثاني طبعا لأبو هريرة أنه قدم المدينة في العام 7 للهجري، فنذر نفسه للعلم وأصبح من أكثر الصحابة علما ورواية للحديث الشريف. والموقف الثالث لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يتناوب هو وجاره في حضور مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، يتناوب الاثنان على هذا المجلس. لماذا؟ لكي يتابع كلام الرسول، العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينسوا أعمالهم. طبعا المواقف الظاهرة على الشاشة ممكن الامتحان يكون السؤال فيه اذكر موقف يدل على العلم، أو يذكر الامتحان الموقف كما في أسئلة اختر ويقول ماذا نستفيد من هذا الموقف، أو ماذا نستفيد من هذا القول، أو ماذا نستفيد من هذا الأمر. طبعا أبو هريرة الموقف أو ما يدل عليه العلم، عبد الله بن مسعود لو أعلم واحدا العلم، إلى آخر هذا الأمر. وينطبق هذا المثال على جميع المواقف التي سوف نشرحها بإذن الله. طبعا الموقف الثاني التضحية والفداء. قبل الموقف الثاني علل أبو هريرة: أكثر الصحابة علما ورواية للحديث مع قلة الفترة اللي عاشها مع الرسول. طبعا نقاط متعددة: واحد، كثرة ملازمة للرسول. اثنين، كثرة سؤال للصحابة. ثلاثة، مداومته على الحديث وتعلمه للحديث. وأربعة، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له بكثرة الحفظ. وهذا من الأسئلة المهمة والتي قد تتكرر في امتحان نهاية العام. الموقف الثاني التضحية والفداء، وكما ترى على الشاشة ثلاثة مواقف من حياة الصحابة تدل على التضحية والفداء. الأول قول لصهيب الرومي: لم يشهد الرسول مشهدا إلا كنت حاضره، ولم يبايع بيعة إلا كنت حاضرها، سرية حاضرها، غزوة إلا عن يمينه أو عن شماله. فكل موقف من مواقف الجهاد والقتال كان معه صهيب الرومي. الموقف الثاني لمن؟ لأبي أيوب الأنصاري، خرج لفتح القسطنطينية وعمره يزيد على 80 عام. هذا يدل على أنه أمضى عمره وإن كبر وشاخ فكان عمره في الجهاد والقتال والحرب. عكرمة ابن أبي جهل، طبعا موقفه في معركة اليرموك كان كافرا وأسلم متأخرا، رأى إحجام الناس، خوف الناس من القتال لكثرة أعداد الروم، فتقدم يجاهد ويقاتل، وقال في تلك المعركة كما ترى: من يبايعني على الموت؟ وهذه طبعا كلمة مهمة جدا. فبايعه حوالي 400 من المسلمين واستشهد، هذه طبعا نقطة مهمة تراها، استشهد هو وابنه في تلك المعركة. وهذا جاء في أسئلة اختر المعركة التي طبعا استشهد فيها عكرمة ابن أبي جهل هو وابنه، معركة اليرموك. طبعا التعريف لكلمة السرية، طبعا من أسئلة عرف، وهذه قد تأتي في السؤال الخامس أو السادس: هي مجموعة من الجنود تقوم بمهمة قتالية أو استطلاعية أو استعراضية. نأتي للموقف الثالث الكرم والإيثار. وطبعا أمر مهم أن الكرم أمر يختلف اختلاف كلي عن الإيثار، عشان كده الكتاب المقرر قسم الكرم له أمثلته والإيثار له أمثلته، فلا بد أن نركز على هذه الفقرة. أولا بالنسبة للكرم، أبو طلحة طبعا نزلت آية تقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. له حائط، كلمة حائط يعني بستان، يعني حديقة، محبب له، فقال: يا رسول الله حائطي صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعله في قرابتك. موقف الثاني لعبد الرحمن بن عوف، تصدق في غزوة تبوك بشطر
يعني نصف ماله، وهذا أمر يعني صعب أن يتصدق الإنسان بنصف ماله كله. طبعا مواقف أخرى كثيرة، أبو بكر الصديق، وهذه مواقف لم تذكر في الكتاب المقرر، ولكن نبين أن كتابنا هنا يذكر بعض المواقف، عشان كده كان عنوان الدرس من مواقف، ومن هنا للتبعيض. الأمر الثاني الإيثار، طبعا إيثار الأنصار للمهاجرين حينما هاجروا من مكة للمدينة، والآية القرآنية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وطبعا هذا الموقف ظاهر جدا حينما آثر الأنصار المهاجرين، وإيثارهم للمهاجرين كان حينما هاجروا من مكة ولم يكن معهم لا مال ولا بيت ولا أي شيء، فالأنصار أعطوهم كل شيء وقاسموهم في كل شيء، وهذا يظهر من عظم الصحابة رضوان الله عليهم. في معركة اليرموك طبعا جرح 3 من المقاتلين، الحارث وعكرمة وعياش. طبعا في نهاية المعركة يتفقدون الجيش ويتفقدون من هو مصاب، من هو أسير، من هو كذا، فجاء رجل فوجد الحارث يطلب ماء، فجاء بالماء لكي يشرب أو يعطي صاحبه. ففي هذا الوقت طلب عكرمة الماء، فلم يرضى الحارث أن يشرب قبل عكرمة، فقال ادفعه إلى عكرمة. فجاء الرجل إلى عكرمة فسمع عكرمة عياش يطلب الماء، فلم يرضى، هذا إيثار يفضل صاحبه على نفسه، فقال اذهب إلى عياش. حينما وصل إلى عياش وجده قد مات، عاد إلى عكرمة وجده قد مات، وعاد إلى الحارث وجده قد مات. هذا يدل على أنهم آثروا أصدقاءهم وأصحابهم وإخوانهم في اللحظة الأخيرة من حياتهم، فهذا طبعا من النقاط المهمة في موضوع الإيثار. الحب والاحترام، وكما تحدثنا عن الكرم شيء والإيثار شيء، الحب شيء والاحترام شيء. وطبعا كما ترى إن كنت تتابع معنا في كتابك المقرر، الكتاب لم يقسمهم، ولكن هنا التقسيم حتى يبين إنه المثال الذي يطلب للحب غير المثال الذي يطلب للاحترام. الحب هنا طبعا مثال زيد بن الدثنة حينما صلب وقال له أبو سفيان أتحب أن محمدا مكانك وأنت في أهلك، محمدا اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما أحب أن محمدا في مكانه تصيبه شوكة. فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. ثانيا الاحترام، عروة يقول وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي ما رأيت ملكا يعظمه، يعني يحترمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. إذا أمرهم بأمر ابتدروا، نفذوا، إذا تكلم خفضوا أصواتهم، ولا يتكلم رجل حتى يستأذن، هذا يدل على الأدب والاحترام معه صلى الله عليه وسلم. فلذلك وللمواقف السابقة وصفهم الرسول بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الدرس الثاني دور المرأة في عصر النبوة والخلافة الراشدة. نقطة مهمة أنه يطلب حفظ مثال واحد فقط من الأمثلة، مثال واحد فقط، لأنه كل نقطة من النقاط لها أكثر من مثال. قبل ما نتحدث عن دور المرأة، في سؤال قارن بين المجتمعات البشرية قبل الإسلام وبعد الإسلام بالنسبة للمرأة. الإسلام طبعا أنصفها وأعطاها حقوقها وسواها بالرجل في الكرامة والإنسانية، لكن قبل الإسلام ما في احترام، ما في تقدير، ما في كرامة، ما في حقوق كما ترى على الشاشة. بالنسبة لدور المرأة في طبعا طلب العلم وفي التعليم إلى آخر هذا الأمر، نبدأ وبالله التوفيق مشاركة المرأة في طلب العلم. مواقف، موقف الأول إذا عاد زوجها تسأل عما تعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال، ماذا تحدث، ماذا شرح، ماذا كذا، هذا بيدل على طلبها للعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أفرد لهن يوما خاصا،
للنساء حينما طلبنا من النبي قال النساء غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فجعل لهن يوما لكي يعظهن فيه. مشاركة المرأة في التعليم، هنالك فرق بين طلب العلم والتعليم. طلب العلم هي أن تطلب العلم، أن تكون تلميذة. التعليم أن تكون في مقام المعلم. وأهم مثال الأول إن زوجات النبي كانوا يعلمون كل الصحابة تقريبا، والصحابة يسألون زوجات النبي عن أحكام الدين، وأكثر زوجات النبي شهرة في ذلك عائشة كما ترى. ونزل في حق زوجات النبي قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. موقف الثاني أكثر من 700 امرأة نقلن وروينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عساكر هذا من كبار العلماء، ولكنه أخذ العلم عن 84 امرأة، كان يتعلم حتى من النساء، هذا يدل على أن المرأة تعلم. زوجة أبي الدرداء طبعا الصغرى كان لها مجلس في مسجد دمشق في سوريا، يحضره الرجال والخليفة بعد مثلا الصلاة بيكون لها حلقة، طبعا الحلقة هذه خاصة بالنساء، وإن جلس رجل يستمع طبعا يجلس ويتعلم من هذه المرأة، هذا يدل على أن المرأة تشارك وتعلم الناس. بعد كده المشاركة في العمل، هناك مواقف متعددة. الموقف الأول لزينب بنت جحش، وهي من أمهات المؤمنين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة كانت أطولنا يدا، ماذا يعني؟ أنها أكثرنا صدقة لأنها تعمل وتتصدق. أسماء بنت أبي بكر الصديق تنقل النوى، ما معنى كلمة النوى؟ قد يكون هذا من أسئلة معاني الكلمات. معنى كلمة النوى بذور التمر إلى أرض زوجها وتساعده. وزوجة عبد الله ابن مسعود تعمل بيدها لتنفق على بيتها والأيتام الذين في حجرها. ثلاث مواقف، وكما تلاحظ أن النساء هنا المذكورات في المواقف هذه من كبار نساء المسلمين. طبعا الموقف اللي بعديه مشاركة في الحياة الاجتماعية، طبعا تحضر صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، الأعياد، الحج، تشارك في الصدقات. وطبعا المثال المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وكان معهما بلال، فخطبهن وحضهن على الصدقة، فعندما انتهى من حديثه بدأ بلال يجمع الصدقات، فكان النساء يتصدقن من حليهن، والحلي بالنسبة للمرأة من أغلى ما تملكه، طبعا الأقرطة، الخواتم. وهنا معنى كلمة القرط، قد يكون من أسئلة أيضا معنى الكلمات، ماذا تعني هذه الكلمة؟ ما يعلق في شحمة الأذن من الحلي وهو الحلق. المشاركة في الحياة السياسية، وأهم موقف، وهذا الموقف مر معنا في الحلقة السابقة في الوحدة الثالثة. أم سلمة قدمت للنبي المشورة يوم صلح الحديبية حينما أمر صحابته بالتحلل فتأخروا، فأشارت عليه وأخذ برأيها ونفذ قولها فاقتدى به الصحابة. أيضا الموقف الثاني المشاركة في البيعة العامة وبيعة الخلفاء الراشدين، والمشاركة في الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. هذه مواقف تدل على أن المرأة كانت تشارك في الحياة السياسية. وماذا تعني الحياة السياسية؟ تعني إدارة شؤون الدولة، وهذه طبعا من مزايا المرأة، وهذا أيضا يدلل كما تحدثنا أيضا في الوحدة الثالثة على أن حديث شاوروهن وخالفوهن حديث موضوع. مشاركة في الجهاد، وهذا النقطة الأخيرة، طبعا ترعى الجرحى وتسقي العطشة. ومن المواقف أن أنس رأى عائشة وأم سليم تنقلان القرب يوم أحد، القرب الماء من أجل طبعا رعاية المجاهدين. والموقف المهم هنا نسيبة بنت كعب المازنية قاتلت في غزوة أحد، وطبعا خرجت في أول النهار لكي طبعا تنظر ما يصنع الناس ومعها سقاء، فلما انهزم المسلمون انحازت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتقاتل.
تباشر القتال. طبعا هنا بنكون وصلنا إلى شرح درسين أو أول درسين من الوحدة الرابعة. نأخذ الآن فاصلا قصيرا ومن ثم نعود إليكم لنكمل شرحنا بإذن الله. برنامج التفوق برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، رائدة الإبداع. كل الناس بتفكر بنفس الطريقة، دراسة اعتيادية ومحاضرات صفية، لكن أنا بفكر بطريقة غير، بفكر بالتكنولوجيا والتطور، بالتعليم الجامعي التطبيقي والمهني والتقني اللي راح أكيد يوديني لمهنة المستقبل. كل هذا هنا، بس هنا في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، فهل راح تكون معنا؟ الثانوية العامة، لنكمل شرحنا وتفصيلنا لأهم النقاط البارزة في منهج الثانوية العامة، لا سيما في هذه الحلقة، وأننا نتحدث عن الوحدة الرابعة من وحدات الكتاب المقرر. ويتميز منهج التربية الإسلامية بكثرة دروسه وسهولتها ويسرها أيضا. نعود الآن ونبدأ في الدرس الثالث، وهو درس الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. وهذا الخليفة هو الخليفة الخامس. طبعا الخامس لماذا لقب بالخامس؟ لأن عصره يتميز بعصر الخلفاء السابقين من العدل والمساواة إلى آخر هذا الأمر. طبعا سوف يظهر الآن النقاط الأساسية البارزة في الفقرة الأولى من درس الخليفة عمر بن عبد العزيز. طبعا الفقرة الأولى اسمه، نسبه، نشأته، ولادته، خلافته. طبعا تولى الخلافة سنة كذا إلى سنة كذا، توفي سنة مثلا 101 هجري. هذه النقاط البسيطة التي لا تحتاج إلى كثير شرح وتفصيل، وإنما تحتاج إلى بعض أو جزء من الوقت لكي تتابع حفظها والتركيز عليها. في الفقرة الأولى من درس الخليفة عمر ابن عبد العزيز، وأيضا نفسها درس اللاحق اللي هو درس ابن تيمية من العلماء. الآن طبعا نتحدث عن قصة تولي عمر ابن عبد العزيز الخلافة. كما سوف ترى بعد قليل، بالنسبة لقصة توليه الخلافة، الخلفاء إذا قرب أجلهم ماذا يفعلون؟ يوصون بالخلافة إلى من بعدهم، من؟ ابن أخوه. ولكن سليمان ابن عبد الملك أوصى بالخلافة لمن؟ لعمر ابن عبد العزيز. وهذه ميزة مختلفة لم تكن موجودة. لماذا؟ لأنه في طبعا وصل إلى مرض سليمان، أراد أن يختم حياته بشيء جميل، فكان أجمل شيء أن يوصي بالخلافة لمن؟ لعمر ابن عبد العزيز، هذا الذي شهد له الناس بالعدل والمساواة. الآن سوف تظهر على الشاشة، أو سوف ترى بعد قليل، أنه عندما علم عمر ابن عبد العزيز بتوليه الخلافة تفاجأ. لماذا تفاجأ؟ لعدم معرفته بهذا الأمر، لعظم المسؤولية، لحجم المسؤولية الكبير. لم يفرح لأنه أصبح خليفة، ولكن هذا الأمر لم يكن متوقع لا من قبل عمر بن عبد العزيز ولا من قبل غيره. طبعا أول ما صار عمر بن عبد العزيز خليفة، لابد أن يخطب خطبة الخلافة. لابد أن يخطب خطبة الخلافة. الآن سوف ترى بالنسبة للنقاط البارزة في موضوع خطبة عمر بن عبد العزيز بالنسبة للخلافة، طبعا خطبته قال:
أيها الناس إني ابتليت بهذا الأمر من غير رأي مني ولا طلب ولا مشورة، وإني قد حللت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم. انظر إلى كلمة مشورة، وانظر إلى كلمة فاختاروا لأنفسكم، وانظر إلى رقم واحد المقابل لها، أن اختيار رئيس الدولة حق للأمة. فماذا فعل؟ ألغى وصية سليمان وفوض الأمر للأمة. ماذا قال لهم؟ اختاروا لأنفسكم، إن الأمة لها الحق في اختيار من يحكمها. فقال المسلمون قد اخترناك، فإذا أصبح خليفة باختيار من جميع المؤمنين والمسلمين. أكمل الخطبة لأنه الآن أصبح خليفة باختيار المسلمين. قال: أيها الناس، من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له. أطيعوني متى أطعت الله. انظر المقابل إلها، حق الأمة في مراقبة الحاكم ومحاسبته. مراقبته لماذا؟ لأنهم يريدون أن يروه يطيع الله أو لا. فالخطبة كما ترى، والأسس التي تضمنتها خطبته، أسس الحكم في الإسلام، وهي التي يكثر عليها الأسئلة، طبعا الأسئلة على هذه الفقرة، أذكر الأسس اللي تضمنتها خطبة عمر ابن عبد العزيز، أو تضمنت خطبة عمر ابن عبد العزيز أسس الحكم في الإسلام، أذكرها طبعا واضحين ومبينين على شاشتنا. ننتقل إلى الفقرة الثانية، التغيير الذي أحدثته الخلافة في حياة عمر ابن عبد العزيز. كان من أكثر الناس غنى، وكان أمواله طائلة، قصر وملابس ناعمة إلى آخر هذا الكلام. تركه كله وعاش في بيت بسيط، تنازل عن هذا المال، تنازل عن الملابس الناعمة، تنازل عن كل أمواله لخزينة الدولة. والسر كما ترى، وهذا من الأسئلة التي تتكرر، السر في التحول في حياة عمر. ما هو السر؟ طبعا نقطتين. النقطة الأولى المساواة بين الحاكم والمحكوم، يريد أن يعيش كما يعيش عامة الناس، بيت بسيط، ملابس بسيطة، أكل بسيط، مال قليل، حتى يقدر أن يحكمهم. النقطة الثانية وجوب ترفع الحاكم. أي يعني ترفع الحاكم؟ أنه يكون لا يأخذ من مال الناس، لا يكون في ماله شبهة من مال الدولة. معالم الخلافة الراشدة في عهد عمر بن عبد العزيز. الآن النقطة هذه تتحدث عن الأمور اللي تميز فيها عصر عمر بن عبد العزيز. قد يكون السؤال أذكر المعالم، وهي طبعا 7 نقاط، وكل نقطة من هذه النقاط يوجد عليها شرح. النقطة الأولى كفالة الدولة لحاجات الناس الأساسية. بعض النقاط: زوج من لا يستطيع الزواج، قضى الدين، افتدى الأسرى، إلى آخر هذا الأمر. طبعا من الأسئلة اللي طبعا تقريبا في 2015 من معالم الخلافة الراشدة في عهد عمر، كفالة الدولة لحاجات الناس الأساسية، وضح ذلك. فطبعا نذكر النقاط باستفاضة، وفي آخر الفقرة قضى على الفقر، حتى الأغنياء يخرجون أموالهم وزكاتهم لا يجدون من يأخذها. لرقم 2 العدل في حياته. طبعا مثاله الكنيسة حينما هدمت بأمر من الخليفة الذي سبق سليمان، فجاء الرهبان وطلبوا من عمر بن عبد العزيز كنيستهم، فأمر بهدم المسجد وبناء الكنيسة على حساب الدولة. لولا مفاوضة من المسلمين للرهبان فوافقوا. على ماذا وافقوا؟ وافقوا على أن يبقى المسجد ولا يهدم ويأخذوا تعويض، وموافقتهم هذه لأنهم رأوا العدل في ديننا وإسلامنا. 3 الشورى، طبعا أشيروا علي، وكان يكثر من هذه الفقرة. طبعا يستشير كل المسلمين خصوصا من العلماء. المساواة بين الرئيس والمرؤوس، حينما جاءه بموكب ضخم فقال: إنما أنا رجل من المسلمين. الترفع عن المال العام، 3 نقاط أو 3 أمثلة: الشمعة أو السراج كان يضيئه
هذا السراج أو الشمعة له شمعتان أو سراجان، سراج من بيت المال وسراج من ماله الخاص. إذا جاءه الرجل في أقضية للدولة يضيء سراج الدولة، وإذا جاءه كزيارة شخصية أطفأ سراج الدولة وأضاء سراجه الخاص. الأمر الثاني العسل، اشتهى العسل فطلبه فلم يجده في بيته، فجاءت به زوجته فأكل، وحينما قارب على الانتهاء فقال من أين لك هذا العسل؟ قال بعثت رجلا على دابة من دواب المسلمين، يعني الدابة اللي هي للدولة اللي هي سيارة الشغل مثلا، بعثت واشترى هذا العسل. فقال لقد أتعبت دواب المسلمين في شهوة عمر، وأمر ببقية العسل أن تباع ويشرى بها علفا للدواب. مثال الثالث، أقاربه جمعهم وبدأ يصادر ما معهم من أموال أخذوها بغير وجه حق. ستة، اتخاذ بطانة صالحة ومسؤولين أمناء. ومن أهم الأمثلة هنا، بعث لأمير من الأمراء الذين عينهم رسالة بسيطة، كثر شاكوك وقل شاكروك، إما عدلت وإما اعتزلت والسلام. الاهتمام بالعلم والعلماء، طبعا مرتبات وتفريغ العلماء وبثهم ونشرهم في الأمصار لكي يعلموا الناس، طبعا هذه أهم النقاط البارزة في معالم الخلافة. كل نقطة من النقاط لها أمثلتها ولها نقاطها، فلا بد أن نكون على اطلاع أنه قد يأتي السؤال، أذكر المعالم السبع نقاط، قد يكون السؤال على فقرة من الفقرات وضحها بمثالها. من أسس الحكم اختيار الموظفين الأمناء، علل ليعفوا. ما معنى يعفوا؟ يبتعدوا عن مال الأمة. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الدرس الرابع من دروس الوحدة، في بداية الدرس كما ذكرنا اسمه لقب ولادته، وفاة والده توفي وعمر ابن تيمية 21 سنة، فحل مكانه في المسجد ليعلم الناس، لأن والده كان من العلماء. توفي في سجنه، في السجن، لماذا؟ لأن له آراء جريئة، آراء خالفت ما قبله من العلماء أو خالفت المعاصرين، فكان طبعا عاقبته السجن، لكنه بقي صامدا وصابرا على آرائه. صفاته، نقاط بسيطة، العبادة، الذاكرة، العقلية الموسوعية، العمق في التفكير والاستقلال في الرأي، الشجاعة والصبر. طبعا إذا تحدثنا عن العبادة، الصيام والصلاة أمور بسيطة. الذاكرة، كان يكتب كتبه ولا توجد معه مراجع، يقول قال فلان في كتاب كذا ولا يوجد بين يديه كتب، هذا يدل أن الكتب كانت محفورة في عقله. العقلية الموسوعية، أنه يعلم وعالم في كل العلوم المختلفة. العمق في التفكير والاستقلال في الرأي، لم يكن حافظا وإنما كان متعمقا وناقدا وبعيدا عن التعصب. الشجاعة والصبر، له آراء جديدة، طبعا هذه الآراء هي التي أدت إلى حبسه وسجنه، وكان يقول ماذا تفعلون بي؟ جنتي وبستاني في صدري، حبسي خلوة، قتلي شهادة، نفي سياحة. هذا يدل على صبره، على شجاعته، على عدم خوفه، لأنه يعلم أن كل دقيقة تمر عليه له فيها بإذن الله أجرا وثوابا. فكره وآراءه، طبعا الفكر والآراء هنا الخاصة بابن تيمية ينقسم هذا الأمر إلى ثلاثة مجالات. المجال الأول العقيدة، المجال الثاني الفقه، والمجال الثالث البدعة. العقيدة، فهم العقيدة فهم بسيط بعيد عن الفلسفة، ببساطة أن الله موجود، أركان الإيمان، الملائكة، بدون أي تأويلات وفلسفات. النقطة المهمة الثانية، لا تعارض بين العلم والشريعة، هما متوافقان، العلم يوافق الدين. فالعقيدة نقطتين لابد أن تنتبه إليهم، أنه دعا لفهم العقيدة فهم بسيط بعيد عن الفلسفة. الثانية، لا يوجد تعارض بين العلم والشريعة. تنين، الفقه دعا للتيسير والتسهيل على الناس دون تعصب،
له اجتهادات استقل فيها عن المذاهب الأربعة، ابتعد عن هذه المذاهب ابتعاد كامل. هذه الآراء جديدة، نقطتين في الطلاق. فتواه الحلف بالطلاق لا يقع إذا قصد التأكيد ولم يقصد الطلاق، وهذا سوف يمر معنا في الوحدة السادسة. الأمر الثاني، الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، يعني أنت طالق بالثلاثة يعتبر إيه؟ طلقة واحدة. وهذه من فتاوى ابن تيمية، فتاوى ابن تيمية 37 مجلد جمعت في كتاب اسمه مجموع فتاوى ابن تيمية. ثلاثة، محاربة البدع حيث انتشرت الخرافات والشعوذة فحاول أن يحاربها وأن يمنعها. مؤلفات، طبعا نقاط بسيطة، منهاج السنة النبوية، واثنين الصارم المسلول على شاتم الرسول. تلاميذه ثلاثة، ابن قيم الجوزية وهو أبرز تلاميذه، ابن كثير من العلماء في التفسير والحديث والتاريخ، والذهبي من العلماء في الحديث وعلومه. جهاده، طبعا بالنسبة لجهاده في الكتاب، حينما ترى إذا كان بين يديك أن الكتاب استفاض استفاضة كبيرة ولم يفصل أو ولم يذكر نقاط حتى يسهل الحفظ، تابع معنا وتابع معنا لكي ترى النقاط المهمة في فقرة جهاده التي كتب عنها الكتاب حوالي أكثر من نص صفحة بدون نقاط. أول شيء، كان في هنالك خطر للصليبيين والتتار. التتار سقطت بغداد في أيديهم سنة 656، يعني قبل ولادة ابن تيمية. ماذا كان دور ابن تيمية؟ واحد، كما ترى، حرض الناس والسلاطين على ماذا؟ على الجهاد، وهدأ نفوسهم. ذهب للسلطان الناصر بن قلاوون حاكم مصر يستنصره. بماذا؟ أن يدافع عن الشام، أن يقف إلى جنب وجوار أهل الشام، أن يستغل جنوده في الدفاع عن بلاد الشام، لأنه بمقام السلطان الحاكم للحاكم الإسلامي الذي لابد أن ينصر إخوانه كما ترى. بعد كده اطمأن الناس ووقف الناصر بجنده، فأجل التتار الغزو، ولكنهم عادوا في 702 هجري. فأيضا قام ابن تيمية بأن حرض الناس وجاهد بنفسه ولبس لباس الحرب، فانتصر المسلمون في تلك المعركة. طبعا الآن ننتهي من درس ابن تيمية وننتقل إلى درس من علماء المسلمين في العصر الحديث. طبعا من علماء المسلمين في عصر الحديث ذكر الكتاب اثنين من العلماء. الأول الشيخ محمد رشيد رضا، طبعا من رواد الإصلاح في هذا القرن أو في القرن الرابع عشر الهجري. صفاته، وأود أن أنوه إلى نقطة أيها الطلاب، أنه في كتابك المقرر حينما تحدث عن العلماء لم ينقط أو لم يذكر نقاط، فالنقاط هذه تساعدك على الحفظ والفهم بكل سهولة. أول شيء صفاته، واحد، عقل راجح لفهم القرآن، واسع الاطلاع على السنة وأقوال العلماء. شيوخه شيخ محمد عبده. حياته، طبعا ولد في لبنان، تعلم فيها، حفظ القرآن، أصلح في قريته، بسط سهل الفقه، وحارب البدع، وكان يذهب للمقاهي لكي يدعو الناس إلى الالتزام والطاعة. فكره، وهذا في 2014 سؤال، تحدث عن فكر ابن تيمية، تحدث عن فكر الشيخ محمد رشيد رضا، فقد يكون له مكان، وقد يكون سؤال آخر تحدث عن فكر الشيخ أحمد شاكر كما سوف يمر معنا بعد قليل. منهج إصلاحي لتوحيد المسلمين، التركيز على القضايا المهمة والكبرى، التهذيب والفكر وعدم الخلاف والتعليم، الاستفادة من العلوم العصرية كالفيزياء وغيرها. انتقل لمصر والتقى بمحمد عبده وأصدر مجلة المنار، وهي مجلة الإصلاح الديني والاجتماعي. مؤلفاته تفسير المنار، ولكن تفسير المنار إذا جاء السؤال لك بتحدث عن تفسير المنار، لابد أن تذكر أن هذا التفسير هو عبارة عن دروس ألقاها الشيخ محمد عبده، ولكنه توفي قبل أن ينهي التفسير، وصل لسورة يوسف
فأكمله الشيخ محمد رشيد رضا بطبعا وكتبه ورتبه وجمعه فينسب للشيخ محمد رشيد رضا وهو تفسير اجتماعي. الشيخ طبعا أحمد شاكر من العلماء في الحديث الشريف، صفاته الاستقلال في الرأي، العمق في الفكر، وسعة الاطلاع. حياته من علماء، طبعا أبوه من علماء، له أثر في طبعا توجيه ابنه لدراسة الحديث الشريف، فتعلم من كبار العلماء ودرس على أيديهم. فكر الشيخ أحمد شاكر مستقلا في فكره، نبذ التعصب، الاستفادة من فكر ابن تيمية، تضييق الطلاق، مواقف لتطبيق الشريعة، وأفتى بحرمة التعاون مع المحتلين اللي هم الإنجليز في مصر، وأن التعاون معهم ردة وكفر صراح. مؤلفاته طبعا نقطتين، النقطة الأولى نشر الكتب وتحقيقها، وقد حقق كتاب الرسالة للشافعي. وحينما تنظر كتاب الرسالة للشافعي، إذا جاء السؤال لك من صاحبه، الرسالة لمن؟ للشافعي. تحقيق كتاب الرسالة لمن؟ للشيخ أحمد شاكر. اثنين، التأليف، ألف كتاب نظام الطلاق في الإسلام. شيوخ طبعا أحمد شاكر اثنين، واحد الشيخ محمد رشيد رضا، والثاني أبوه الشيخ أحمد شاكر. وهذا السؤال مر في سنة 2012 في امتحانات الإكمال، وكان من الأسئلة الغامضة على بعض الطلاب. الدرس الأخير في الوحدة الرابعة من علماء فلسطين، من علماء فلسطين. طبعا ذكر أول نقطة في الدرس أن فلسطين أرض مباركة، وهذا السؤال في 2015 تحدث عن أرض فلسطين. طبعا أرض فلسطين أرض مباركة، طبعا ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة، فيها المسجد الأقصى والمصرى، وارتوى ترابها بدماء الشهداء، وهي منارة للعلم وعاش فيها العلماء. طبعا لضيق الوقت طلابنا الأعزاء، جزئية بسيطة في هذا الدرس كنا نود أن نكملها، هي العلماء أو من علماء فلسطين الذين ورد ذكرهم، الطبراني رجاء بن حيوة، موفق بن قدامة، سوف ننوه لهم في الحلقة القادمة. سعدنا بصحبتكم ونتمنى لكم كل توفيق، وتابعونا في حلقاتنا هذه في هذه المادة وفي غيرها، نتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تحلم بالتغيير؟ هل ترنو إلى مستقبل أجمل؟ تأمل حولك وحدد هدفك، فالطموح يزهر داخلنا منذ الصغر ليثمر شغفا وإصرارا وإبداعا لا حدود له. فكر، جرب، تميز باختيار اختصاصاتنا الجامعية المهنية، التطبيقية، التقنية. فتش بداخلك لتجد نفسك، وكن على ثقة بأننا المكان الأنسب لتطوير ذاتك، لتحقيق رغباتك، لإظهار إبداعاتك. وكن فخورا بانتمائك للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.